السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة طبعا ما في حاجة الزول يعني ما قلت حاجة مفيدة أصلا الزول يرد. ألو ما قلت حاجة مفيدة الزول يناقش فيها يعني كله كلام مكرر ومعاد. الركن ده تقريبا أنا حضرته 2013 محي الدين ده بكون كان صغير يعني الزمن ده ما في حاجة يعني. أنا شايف إنه مثلا مفترض السلفيين ديل يعني يلحقوا برقب التقدم والحضارة يمشوا ينضموا لجماعة أنصار السنة أفضل. أنا شايف أفضل كده والله إنه أنتوا تمشوا الناس ديل يعني وصلوا مراحل بعيدة. الناس ديل مشوا بيقروا فلسفة وبيتكلموا في التصور المادي للتاريخ بيتكلموا في الاشتراكية بيتكلموا في العلمانية والليبرالية. انتوا ناس هاي بس بتقولوا تقول لهم كلام مجاني ساي ما منه فايده يعني الناس ما بتستفيد. بس الناس لو ما زهجانه وما في دقتلات هنا كثيره ما بيجوا يقعدوا لكم يعني. ما في افلام سمحه ذاته السينما العالميه دي ما انتجت لنا افلام عشان نحضر. انتوا ما قلتوا حاجه مفيده الزول داخلكم فيها يعني لكن كلام هتر. وبنجي نحن برضه الناس بتهتر وبتقول نفس الكلام يعني نفس كلامكم ده لانه انتوا ما قلتوا حاجه مفيده عشان الزول داخلكم فيها. في نقطه قبل يعني الزول ده انتقد مثلا الاشتراكيه وانا كزول اشتراكي يعني برد في نقطتي دي يعني. وانا شايف انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كان قدوه في المنهج الاشتراكي وفي تطبيق الاشتراكيه في نفسه يعني لانه قال في حديثه الشريف قال ما توريني انا عارف قال الناس شركاء في ثلاثه الماء والكلى والنار وقال اللهم اجعل عيش قوت آل محمد الكفاف. ولما نزلت الآية بتاعت الزكاة خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها نزلت صبغت الآية بتاعت ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو. الآية دي كانت تقيلة على أمة محمد في الزمن ذاك يعني لأنه العفو ده فسره هو ما زاد عن حاجة الفرد والحاجة دي كانت تقيلة على الأمة دي في الزمن ذاك. لذلك نزلت الآية البعادة وخذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. وقال الحديث الشريف نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ده الحديث اللي قاله وده الخطاب الأصلا كان قدر عقول الجماعة ديلك في الزمن ده يعني. ودي حاجة كويسة نحن عشان كده الليلة بنبشر بالاشتراكية وبنشوف أنه مثلا الاشتراكية دي هي الحل لأنه الناس تعيش بسلام وبأمان وانتوا تمشوا تشوفوا لكم شغله تشتغلوا شغله كويسه احسن لكم يعني ما تنتظروا قروش تجيكم من السعوديه ولا قروش تجيكم من عمر البشير يرضى عليكم يخلي لكم شغل كده. هسه شايفه انصار السنه يتصدروا الموقف وانا يعني بهنيهم على العمل الجيد اللي قاعدين يقوموا به في التنوير ده. وشايف امس كان يتكلم على الانحرافات الفكريه وكان منبر ممتاز جدا يعني يتكلم فيه الشيخ فاضل كده وصبغ وكان واحد شاب بيقرا هندسه زول ممتاز بارع في الفلسفه والتاريخ يعني. يا اخي الناس ديل عجيبين يا جماعه صح طيب؟ هاي عشان كده انا سيت امشي اقرا دايرين تقروا القرايه امشي اقرا الفلسفه دي. الفلسفه دي ممتازه بالمناسبه اجمل حاجه ممكن الزول يقراها في حياته. انت بتعرف كانت يا محي الدين؟ ما بتعرفه ما كان ده كبير عليك طبعا. انت لو قريت نقد العقل المحض كريتيك اوف بيور ريزون انت بتشيب ذاته. شفت شعرك ده بيشيب والله. انت عارف الكتاب ده ايمانويل كانت قال انه الكتاب ده اي اسئله وجوديه انا جبت عليها. انت ما بتقدر تجاوب على الاسئله الوجوديه دي يعني الاسئله الوجوديه بتاعت الوجود المهتمه بحياه الانسان. الاسئله اللي بتدوها للناس ديل في المدرسه وفي الروضه وناس كن الاسي اغلبهم بيقوا ماركسيين ديل يعني ده انا شايفه يعني كم سلفي كده بيقوا مراكسه بيقول شيوعيين يعني الحمد لله ودي حاجه كويسه انا شايف. اي لانه احسن ما يقعد لي مع ناس يهتر ويضحك ويضيع زمنه ساي في الفارغ يعني. زول يمشي يقرا لي قرايه كويسه يقرا للدكتور كارل ماركس يعني اعظم من انتجه العقل البشري في القرن ال 18 يعني. زول قال كلام ممتاز تكلم عن راس المال كتبه في 23 سنه يعني. انت هسه كتبت لك كتاب يعني في 23 سنه كتبته حاجه كويسه؟ ما كتبت كتب كتاب كندا الاحمر الصغير ده بقرا في 3 دقائق انا. لكن راس المال ده انت لو جيت مسكته قريته من صفحتين بتقوم تشوف لك كوبايه جبنه ولا سيجاره وراسك بشيب يعني. عشان كده انتوا مفترض تنفتحوا على العلوم الحديثه دي التطور البشري اللي وصلت ليه والمجتمعات الليله. وانا شايف انه اغلب المشايخ واغلب رجال التصوف والشباب المسلم
بيجوا يهاجروا فايتين دول الإسلام والمسلمين والبتحققوا فيها العدالة فايتيننا ماشيين أوروبا بالبحر يعني والصحراء. الواحد بفضل إنه يموت في البحر من إنه يقعد في دولة بتاعت مسلمين يعني. يموت في البحر يعني شوف يتاكلوا سمكة عندي قريبي قال لي والله أنا ياجي ساردين يا ما جاي راجع. وفعلا جفع البسردين يعني زول ده ما تاكلوا القريش يعني الله يرحمه يا جماعة. عشان كده أنا شايف إنه مثلا أنتوا تبطلوا الهتار كثير ده وتبطلوا شغلكم الما جايب حقه ده ده بكرة ده كيف يا أخي يا سلام والله ده زول ممتاز بالمناسبة ده أستاذ في الكوميديا. أي عشان كده يا أبو بكر أنا شايف أنت قريت آداب إنجليزي قالوا لي كده عشان كده ما عندك علاقة بالفلسفة كان تجينا في كلية الفلسفة فوق ممكن نديك كتب تقراها بالإنجليزي عندنا كتب لكانت وماركس وفريدريك نيتشا عندنا لهم كتب بالإنجليزي وبالألماني لو حاب ممكن نديك تقرأ برضو. عشان كده أنا شايف إنه أنتوا تمشوا تقروا أول حاجة تخطوا الرحمن ده في قلبكم وتقعدوا وطا وتقروا بتكونوا تطورتوا يعني شوية بتتطوروا شوية الانفتاح الإنسان ده ما ممكن يتطور ما لم يجتهد في القراءة. أول حاجة كتب الصفراء الشوية البسيطة اللي بتقروها دي أتوسعوا العالم ده أنتج المعرفة دي أنتجت بقت في كتب بي دي إف بقت في محاضرات بقت في إنتاج عالمي دخل دار التقدم في موسكو تنتج دار التنوير في لبنان بيروت القاهرة كله إنتاج بتاع كتب أمشي أقرأ الكتب دي أنتم ماسكين لهم 13 كتاب وتاكلين ابن تيمية ابن باز منهم عارف وقاعدين تقرأوا في الكتب دي انتوا شوفوا الكتب شوفوا العالم ده مشى وين انتوا مشيتوا وين بكتبكم دي مشيتوا وين وديلك مشوا وين المقارنات دي كويسه انا شايفها بتفيدنا كويس الدين ده في نفسنا يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء وده حق لكن ده في مجال التشريع ومجال العبادات والشرائع اما في مجال العلوم والمعرفه فللاخرين الكثير يعني زي ما قال الدكتور عدنان ابراهيم يعني عند الاخرين الكثير نحن مفترض نستفيد منه الحاجه دي نستفيد منها التطور الطب الهندسة الحاجات دي وشكرا جزيلا يعني أنا بس أدي رسالة واحدة بحب أوصلها إنه أنتم مفترض يعني ترتقوا شوية وتمشوا تنتموا لجماعة أنصار السنة كلكم بكرة تقدموا استمارات جماعية لأنصار السنة وتكون حاجة كويسة شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نص المداخلة بتاعت الولد الشيوعي ده قال تمشوا تقروا والغريبة أنا شايفه الأيام دي بجي الكلية كل ما أخش الولد ده بلقى قاعد بتونس مع البنات تقعد تقرب تين أنا ما داري أعرف يعني أنت بتقول أمشوا أقروا وبتين أنتوا قاعد تقروا الشيوعيين وتاس شعركم ده بخليكم تخشوا لكم مكتبة تقروا فعلى أي حال نص المداخلة دي كلام ما عنده معنى كلام ما عنده معنى أنا بمشي طوالي للنقاط اللي فيه شيء من الأهمية وذكره واحد قال تنضموا لأنصار السنة المحمدية عندهم شباب ظريفين وناس ممتازين وكلامين وده شهادة من هذا الشيوعي إن أنصار السنة انضموا للفكر الأقرب إلى العلمانية لأن ربنا في القرآن قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بمفهوم هذه الآية ما بيرضى عنك الشيوعي إلا وإنت مشهد عليه في الفهم وفي الفكر وكونك أنت زعلان يا شيوعي والصوفي بيجاي زعلان وفي واحد أظن كوز بغادي برضو زعلان فهمت ده مما يدل على إنه المنهج ده هو المنهج الحق منهج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بزعل الجميع فهمت بزعل وده ما مغص وداك بهناك صار خشمه وزعوا لنا اي واحد ادوه نص ليمونه وذاك ادوه بصله عشان يسكت شويه لحد ما نتم كلامنا. طيب فشكرك لانصار سنه نحن عندنا دلاله من الدلالات الكثيره والعلامات الكثيره اللي بتدل على انحراف انصار السنه عن المنهج الحق اللي بيغيظ نوعك ده. لانه ما ممكن يكون انصار السنه على حق والشيوعي مبسوط منه. لا يمكن. ده ولا الشيوعي ماركسي كمان. دي الدقة الأصلية بتاع أنا جايك لي أصبر بس أنت قلت أقرو أنت الآن ما جبت معلومة قراها من كتاب يقول أقرو وين المعلومات اللي أنت قريتها من الكتب وأنا الآن بديك طلع ورقة وقلم بعد شوية بديك بأرقام من كتبك أنت ذاتك برقم الصفحة لأنه نحن لما نقرأ بنقرأ قراءة جرايد
انت بتقرا قراءة جريدة صافي وشايل لك سيجارة وجنبك بيتين قعدت بيجاي ماسك لك كتاب عامل فيها بيقرا دي قراءة دي دي ما قراءة ولا دي انا بوريك هو قال 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 سمعت انك بتقرا انجليزي سمعت بتقرا في اداب يا ولد انا خشيت اداب 2002 2002 انت بتقرا سنة كم؟ ثاني اساس يا ود الناس درت تقول لي سمعنا بتقرا اداب انت جيت اداب قاعد في اداب دي ومشيت ولفيت وجو شيوعيين ثاني وانا قاعد وجيت احضر في الجامعه دي وانتهيت منها بس ان شاء الله الدكتوره قربت بس ادا صلنا شويه بعد شويه باجي في القاعه بقول اي شيوعي يقعد بهناك بس ادا صلنا بس قال سمعنا بتقرا بالله شو اخوانا شوف جدات الخلا يا ناس انت مالك مال اداب يا ولد هذا انت خشيتها بتين انت درسك منو في اداب ذاته الدكاتره درسوك منو الفلسفه دي انا وكد بتاعكم ذاته بشعر ده خليه من اسمه منو بتاعكم بدرسكم ده وقد احنا قرينا الفلسفه دي هنا في اداب انت ولد لسه بتلعب بكره الشراب كره الشراب انت بتعرف تشوطها بالشوط الواطه على اي حال الفلسفه اللي انت بتتكلم عنها هذا العلم يا شباب من باب المعلومه اللي انت بتنفعك صحيح أسوأ علم من العلوم الموجودة الآن أسوأ علم يقود إلى الإلحاد ويقود إلى الزندقة بل يقود إلى شرود الذهن والضياع الفكري والفهم علم الفلسفة نوريك لو دارت تضيع أنت مش في 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 دينك في دنياك بتضيع فهمت؟ واحد من أهلنا ديل بدري سافر برا السودان جا راجع بشهادة الدكتوراه الحين لا بقول له دكتور دكتور ابوه يوم قال له انا عندي مغص قال له لا لا ابوي نحن ده ما برنامجنا مغص ووجع ظهر والتهابات ده ما شغلنا قال له انت دكتور في شنو قال له في الفلسفه قال له الفلسفه دي يعني شنو قال له ابوي شاف الدجاج اللي قدامنا دي قاعد ياكلهم قال له ممكن اغني حكينا دجاجتين ابوه زول عايش الواقع يعني بيعرف شال الجداد عليه وقال له ده انا شلتها شيل انت الثانيه ما غلط فارغ الفلسفه انت قايلها مبنيه على شنو زمان قبال ما يجي انت كارل ماركس بتاعك وفريدريك انجلز وما تعرف داروين وكلهم قبال ما يجوا ديل الفلسفه دي زمان قاعده بدري في العهود الاولى بعد القرون الاولى بعدها في حاجه اسمها ناس يسمون الصوفسطائيين ده بغلطك كده بس بغلطك يعني تقول له وفي هذا الباب يقول لك لعله ليس بباب تقول له وفي هذا الشباك يقول لك ولعله ما شباك تقول له وهذا المايك يقول لك لعله ما مايك قالوا مما ذكر في كتب التاريخ واحد من الصوفسطائيين ديل بناظر واحد من علماء السلف العالم قاعد وداك جاب حماره زي ديل قالوا له لافين صينية كذي ها ما فاهم ذاته داري يصل لشنو في الحياة فداك يبي يناقش أي حاجة يقول له العالم يقول له لعله ليس بذاك يقول له هذا الكتاب ولعله ليس بكتاب وهذا الباب ولعله طيب لما كتر كلامه العالم ده قال له والله ده مش هسرك حمار العاطل ده والدبه غالي هذا أول ما جاء مارك داك داري يفوت قال له خلاص امشي خطانا ما جاء هناك عايل لحمار قال حماري سرق قال له لعله لم يسرق فتش حمارك ما دلف دوران في الفاضي دي خلاصة الفلسفة هسه ديل طلعوا بشنو قال العالم مشى قدام وانتوا قاعدين هنا اين احنا خلنا نحن قاعدين في محلنا ده ننظم صوفية بجاي وليلة انصار السنة بكرة ننظم في الكيزان وبعد بكرة ننظم في الشيوعين ده موضوعنا احنا شغالين فيه ورضيانين بيه انت سوي شنو خلينا احنا انت سوي شنو ها ماذا خدم الشعب ها ماذا خدم الشيوعي الشعب السوداني؟ استفدنا منكم شنو؟ قبل اليوم اذكرك تاريخ، انت الوقت ده كنت ولسه غيروني، اظنك بترضع زي الجماعه قالوا ما حيدين ديرك لسه. بدري الكلام ده. الشيوعيين لما مسكوا البلد دي ثلاثة يوم اول التصريحات اللي خرجت من الشيوعية قالوا مآذن قالوا الخرطوم ما مكة. ده ما محل دين هنا. ده جاي لا ديل. الخرطوم ما مكة. قالوا مآذن المساجد تتحول لمداخل مصانع صلاة ما في تاني كان دار تصلي تمشي هناك تحجز في المطار مكة مكة نفر مكة نفر تركب تمشي تصلي في مكة دي ما هنا ممحلة ده تقدر تجي لو انتو قدمت شنو الشعب السوداني
سيبنا نحن في العالم ماذا قدم الحزب الشيوعي عالميا. من نشأة الحزب الشيوعي؟ نشأ في مرحلة الدعوة السرية 1902، معلومة دي عارفة؟ أكتب معاك 1903 على يد لينين. بعد ذاك الحزب بدأ الدعوة المعلنة له 1917، اللينينية الماركسية. جاء بعد لينين ستالين، بعد ستالين 7 من القادة الشيوعيين، وبالمناسبة كلهم رجال، مرة ما فيهم. انتوا اللي عاملين فيها بتاع النسوان طبعا، هناك تشيروا فيه السينا ما بجي موضوع النسوان، لكن في الجامعة لما اشوف لبنيتين قاعدات بجاي المرأة يا انصر السنة، المرأة ويا السلفيين، المرأة هنا ما في مرأة. الكذي زاد اظنه ذكر في الداخلية دي، ما جبت سيرة النسوان شايفكم. كلهم لحد ميخائيل غورباتشوف، ده آخر واحد حكم الاتحاد السوفيتي الماركسي، فهمت؟ كل العهد بتاعه ده تاريخ امشي اقراه. طيب انا ما درجوا في الموضوع ده، نمشي قدام. قال الناس دي لو ما زهجانا ما بتقعد ليكم. طيب انتوا لما قاعد تعمل المنتدى بتاعكم هناك ما قعدوا ليكم ليه؟ ما بقعدوا ليكم، ما زهجانين ولا شنو؟ اها هسه اقول لك قوله، امشي انت والشعار جنبك ولا وراك، اقف هناك انضموا، شوف الناس اللي بيجوكم ولا الزهجه فكت؟ ما تمش الركن الكوميدي، انت الكوميديا بتعرفها؟ ما حرام يعني الكوميديا ولا شنو؟ قلت الحياة الثانية حلال، خليك من الحياة ديك الثانية ديك، كلها حلال عندكم، بقيت على الكوميديا ما تضحك، مالك عندك نفسيات؟ الضحك ماله عيب يعني؟ شوف دي إساءة أول حاجة لعقول الطلاب. أنت أمرك الحقيقة، قول منبركم ده المنبر الوحيد اللي بيستفيد منه الطالب علميا، ده المنبر الوحيد الطالب بيستفيد منه، وإلا أنت ذاتك بداية تستمتع، خليك من الطلبة الجايين أصلا للفائدة. أنت ذاتك كشيوعي أه منبرنا ده بزعزع إيمانك بالمناسبة، أصل أنت حتعيش معك بعدين في صراع مع النفس بالليل، لأنه هنا بتكون سامع لك آية، الآية بتكون عامل لك كتمة في راسك فوق، قدر ما تحاول ترقد الآية بتصحيك ثاني، فهمت؟ طيب قال اشتراكي، بعد شوية مشى قدام قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد شوية مشى قدام قال شيوعي والحمد لله. ده من التناقض، وده دليل على الانفصام في الشخصية، ده من التناقض. انت يا خليك شجاع، قلت اشتراكي قلت شيوعي، هل الحزب الشيوعي والاشتراكية والماركسية تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وتؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال لك، عشان انت تقول لي انا شيوعي وفي نفس الوقت انا شنو؟ انا مسلم ورسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده من التناقض بتاعك انت. انا اديك من المراجع اللي انت ما قريتها، همشي اطلع في الفلسفة فوق اقراها. نمرة واحد، كتاب البيان الشيوعي، اكتب عندك كتاب البيان الشيوعي الصفحة 8 بالضبط. قال وبما أن الكتاب ده كاد منه 2 من أساطين الشيوعية، 2 كبار، إنجلز وماركس، دول الزعمة. وده بالمناسبة أضيف لك معلومة، لأن أنا قلت لك بتستفيد أنت، ده أمشي أكشر بيها للبنات بكرة كويس. أول كتاب خرج للشيوعية في العالم كتاب تبنته الشيوعية، وخرج هذا الكتاب تأييدا لما فرح به الشيوعيون من نظرية فريدريك داروين أو تشارلز داروين. فريدريك داك إنجلز، معلوماتك كويسة أنت شاطر، أيوة خليك معايا الليلة بجيهك كويس. تشارلز داروين لما طلع كتابه اسمه أصل الأنواع، وفيه نظرية إنه الإنسان عبارة عن تطور، جاء تطور من حشرة، حشرة تطورت شوية بقت حشرة ثانية إلى أن وصلت إلى مرحلة القرد الشمبانزي، بعديه طوالي جات مرحلة شنو؟ إنه انقلب الضنب راح والشعر بقى زول، عرفته؟ كتب قبل ده إنجلز، أنت متابع معاي؟ ده سرد تاريخي للكتب بذاته، الشاطر الخش قبيل ذاك برضه شايفه قاعد.
الإنجليز لما لقى الكتاب بتاع تشارلز داروين كتب كتاب اسمه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان. إنجلز كتب كتاب دور العمل في تحول القرد إلى إنسان، في المقدمة بتاعته قال إن أجدادنا كانوا من القرود بيعيشوا في منطقة إكواتوريال فورست، بتعرفها؟ ترجم يا ولدي، يا ولدي أنت صغير لسه. مناطق الغابات الاستوائية إكواتوريال فورست في المستنقعات، قالوا كانت تعيش الحشرات، بعد ذاك الحشرات دي تطورت بفعل الطبيعة ثم صارت قرود. هذه القرود قالوا نتيجة للعمل، لاحظ ليه عنوان الكتاب ارتباطه مع الحتة دي، عنوان الكتاب دور العمل في تحول القرد إلى إنسان. لاحظ ليه قال دور العمل، لأنه داير ينفي وجود الخالق، يعني ما في قدرة للخالق تحكمت في الإنسان، إنما هو العمل. يعني القرد ده ما بيمشي بأربع رجول، لما يجي يلتقط ثمار الأشجار عشان يتغذى عليها لابد يجيب على رجلين الورانيات ويلتقط الثمار بالرجول القداميات، فنتيجة للعمل ده اضطر القرد إنه يجيب على حيله. أنت فاهم الكلام ده؟ أنا بحكي لك ده خلاصة الكتاب. اضطر القرد يجيب على حيله، بعد شوية الضنب راح مشى وين ما معروف. قال وصارت تلك القرود هم أجدادنا، قال كده ده أجدادهم هم. أنت جدك بيضنبوا؟ وتضنبك وينه؟ الله يجيبه لك كويس. الشيوعية لما شارلز داروين طلع كتابه أصل الأنواع اللي بيثبت فيه إنه الإنسان من قرد، الشيوعية فرحوا بهذا الكتاب وطوالي طلعوا الكتاب بتاعنا البيان الشيوعي، وقالوا فيه صفحة 8 بما أن حواسنا لا تدرك غير الأشياء الحسية فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، لأنه ربنا هم بيعتبروا إنه مدام ما بنشوفه وما بندركه بالحواس إذا ما في الله. ده كتاب شنو؟ البيان الشيوعي صفحة كم؟ 8. راجع كتاب الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية، لاقاك؟ لاقاك؟ تلقاه بدأت يقول يا أخي معقول؟ أنتوا قريتوا كتب زي دي ما بقيتوا شيوعيين ليه؟ ما بنبقى، لأنه ده كفر. ده كفر، ويا طلبة اعملوا حسابكم، وأنا بقرا لكم وأديك في المعلومات دي عشان تعمل حسابك إنه ده الخطر. دير والله زول يموت على عقيدة زي دي من هنا وجهنم. ما في أي حاجة تانية، ما في أي شيء. ربنا قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال فلا نعرف شيئا عن وجود الله. أقرأ كتاب اسمه نصوص من الدين، كتاب نمر 4، أقرأ شيوعي، نصوص من الدين تأليف لينين الصفحة 25. أنت قريت حاجة؟ قريت شنو؟ بري قروكم كتب قلة الأدب؟ تجي البيت الحديقة وتجي البيت البريدة والسمحة قالوا مرحلة ما مرحلين، أنت مالك مبارية تاني ما تخليها تخطاك. شوف قلة الأدب وعلموا البنات قلة الأدب دي، النوعيات دي ذاتها يا طالب عشان تعمل حسابك من الأشكال دي، تعرفون. والكويسة ذاته بيبقوا عاملين لهم كده عندهم يونيك براند، معناه شو؟ تقرا فلسفة وتدخلك في الإنجليزي قبل شنو؟ كويس. عندهم سمة بارزة، علامة بتاعتهم، شفت التفة دي بقت علامة حقتهم، أول ما تلقى التفة دي أخذتهم ساي. شفت الشعر زي ده؟ ده شغلهم، ده ما علموا لنا المادة داك مصطفى منو؟ بس فهمت؟ بقول أبو السيد ولا بقول شنو؟ نرجع للكتاب، كتاب نصوص من الدين تأليف لينين الصفحة 25. لينين بقول الدين أفيون الشعوب، وبيقول قد استطعنا وتمكنا من تدمير الإله والجنة والغيبيات
قال وكل شيء. قال قدروا يدمروا الله دين. قال واحد ما قادر يرفع بنطلونه قال يدمروا الله. فهمت؟ اقرا معي كتاب مختارات لينين. ده كتاب مجلد ضخم. مختارات لينين. الصفحة 172. لينين قال ولم يكن الله هو الذي يحقق لنا هذا الاتحاد إذن فنحن لا نؤمن بالله. تجي تقول لي أنا شيوعي وأنا مسلم بتجي يا طلبة أسألكم بالله بتجي شيوعي مسلم كيف؟ الشيوعية قاداتها اللي ذكرت لك كلامه نفسه لينين ماركس إنجلز كويس كلهم دل دي قادة الشيوعية ما بيؤمنوا بالله كفرة ملاحدة انت معاهم في فكرتهم تقول لي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت مستهبل ولا شنو؟ هو يا اخي الناس اللي قالوا نحن مؤمنين بالكذب اللي قالوا بلسانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبيجوا يصلوا معاه في الجامع خليت بالك بيصلوا معاه في الجامع وبيطلعوا معاه الجهاد ربنا سبحانه وتعالى قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قال والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ادعاء كذب كذب ما ممكن انت تصدق بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت انت مؤمن بالشيوعيه في ناس زمان مسيلمه ودي انت احفظها في ذهنك تمام مسيلمه الكذاب بني حنيفه 2000 او 100000 من بني حنيفه ديل مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيقروا بالشهاده وبيقروا بانه محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكن بيقولوا شنو؟ بيقولوا انه مسيلمه نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم بس ده كلامهم ديل طلعوا كفار مجرمه قاتلوهم الصحابه سفكوا دمائهم قتلوا مسيلمه ذاته عشان ما تجي انت تقول لي انا ومحمد صلى الله عليه وسلم وانا اشتراكي وذول الشباب يقولوا معانا اشتراكين عاد بطل اللخبطة. طيب انا طولت في الرد عليه عشان ما يجي يخش عليه ثاني ده يقول لي وانه ما في انه شوف انت خشيت هنا يا تقول لي انا مسلم يا تقول لي انا شيوعي في حاجه ثانيه يا طلبه مسلم المسلمين ده طوائف كثيره نحن بنجي نناقشك بعد ذاك كوم نفسك معاكم في كيمان كوم بتاع جبهجيه كيزان قاعدين بجاي في كوم بهناك بتاع صوفيه في كوم بغادي بتاع انصار سنه في كيمان كثير احنا عارفيننا قاعدين دي مع عياده بتاعتنا عياده دي كل مره منين علينا لنا نفرين ثلاثه وبنمشي لحد ما الناس تصلح تمشي لقدام فهمت؟ مسلم كوم نفسك معاكم من كيمان المسلمين ديل اما شيوعي ما عندي معك اي تفاهم كثير انا اي تفاهم كثير الا تجي داخل هنا في الاول تقول لي شوف انا كمسلم عندي اول حاجه الشيوعيين كفار لينين كافر ماركس كافر انجلز كافر ما لحد بخشوا جهنم دي انا مقتنع بها اذا قلت لي كده ده بعد ذاك انا ممكن ابدا اتناقش معاك لكن انت تقول لي لا لا اوعى تعمل لي فيها حريف شفت تعمل لي فيها ذكي ودرت تجيب اوعى بقبضك دي انا شغلتي ما تلف وتدور بفوق طيب بعد ذاك قال ده استدل على الاشتراكيه بحديث يا ولد انت مالك في الحديث الله هدي قال الناس شركاء في ثلاث المال الماء والكلى والنار وهل دي معناه الاشتراكيه؟ ما قال لك في ثلاثه بس ثلاثه طيب القروش القروش وينها؟ شوف البليد ده بالله ده بجيب له دليل عليه وضده ده ذاته الكلى ده الدليل ده المال القش ده مال انت غنمايه بتاكل برسيم يا ناس الكلى ده المال الكلى ده العشب العشب ده في اللغه العربيه العشب الكلى ده ما شجر النخيل ولا شجر الموز ولا ده الكلى ده القش بتاع البهايم قال لك الناس شركاء في قش البهايم ده يعني بهيمتي تاكل وبهيمتك تاكل فهمت الناس شركاء في الماء وحتى الحديث ده تقال مفهوم شنو الناس الاشياء اللي شركاء فيها هو الماء العام والكلى العام فهمت والنار العامه لكن انا لو في مويه في بيتنا مويه صح اشتريتها وخطيها في الثلاجه حقتنا تقول لي الناس شركاء جيب لي المويه جوا ديك والله ما اجيب لك كان تموت انت عارف الماء الشركاء فيه ده الماء العام الماء العام النيل ده ما يجي واحد يقول اي والله لا الراجل اللي يشرب من النيل ده هنا النيل ده عام اشرب من النيل وفوت
لكن أسأل لو عندي مزرعة، مزرعة أنا عاملة جنب النيل بجاي، وانت جيت مزرعتك بهناك وقلت لي لا أنا لابد أجور من الموية بتاعت مزرعتك دي، أها بجوز؟ ما بجوز بحديث برضو. يا سلام يا شيوعي، تخشت معنا في الحديث كمان. أديك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الزبير لما اختلف الزبير ومعه رجل آخر من الأنصار، والزبير مزرعته الأقرب لمصدر السقي، فقام الرجل أخذ في نفسه فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير ثم ارسل الماء لصاحبك، فقال له أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر إلى آخر الحديث. لأنه أنا ده محلي، ده أرض بتاعتنا، ده ماشي عام، لكن أنت ما فاهم الحاصل كده. خلينا أنا أسيت أمشي للناس اللي قلت الكلى، الكلى معناه زراعة، ده مش فاهمك، أمشي في مزارع هنا قريبة هذه، أمشي خش قلع براك كم ما ينجموك، أمشي تقدر؟ قال أنتوا أمشوا أشتغلوا وما تنتظروا قروش، ونحن قاعدين نلقط قروش من هنا ولا شو؟ قاعدين نلقط قروش من بياي، وانتوا شغالين شنو؟ خلونا نحن بالله عليك نازل طلبة طالب قدره كذي، وطالب ده بيقرا كم؟ انت في مجلس الاباء بتاع الجامعة ولا شنو؟ وطالب ده بيقرا كم سنة؟ وصوا اخوانا يا اخي ما ممكن. انا في ناس هنا وقال لي طلبة، انا دخلت الجامعة دي 2002 2003 اتخرجت 2006 عملت التمهيدي 2007 مش كده؟ فتة جيت راجع الجامعة دي 17 سنة 2017 جيت راجع تاني الجامعة بحضر فيها، لقيت جماعة دخلوا قبالنا لسه قاعدين، قاعدين زي ما هون. ده بي دي اف ولا شنو اللي قاعد هنا ده؟ مو قاعد شنو ده؟ تقول لي امشوا امشوا وامشوا اشتغلوا. انا ما شغال، انت قاعدين بتتسكعوا مع البنات بيجاي بتتسكعوا، انتوا دول ما شغالين، انتوا شغالين شنو؟ الشيوعيين قاعد يشتغلوا شنو ذاته؟ يشربوا في السيارة النهار كله، قاعد يقولوا يا تيوان من وين انتوا ذاتكم؟ طيب ما عندك اي حاجه ثاني؟ ما قال بطلوا الحتر وامشوا اقروا، قال في كتب بي دي اف امشوا اقروها. نظام دارك شير اظن الاختصار ده عاجبه، كلمه بي دي اف دي اظن عاجبه. بي دي اف دي ما الكتاب ذاته، لكن سوفت كوبي بس، ده الكتاب ذاته البي دي اف ده، والكتاب اللي بره ذاك صوره صور فهمته وبقى بي دي اف. بالله يعني النوعيات دي يا اخوانا، انتوا تعالوا في محل، في محل بتاع مريسة قريب هنا يا طلبة، سؤال بريء كده يعني ما قصد الزول ده. أنا في محل مريسة قريب ولا بنجويا؟ يا أخي الله يهديكم يا مالكم يا أخي. طيب نفتح فرصة ثانية.